قبل متجي للهور يعني خضار يعني كما يعني من كل شيء الهور يعني راحة نفسية. هسه حاليا من كل شيء لا يعني مثل ما أشوف صحراء صحراء أو هذا الريفي يعني حياته هو على الهور. يعني إذا تغيرت يعني لا يقدر يعيش بولاية مثل لا أحلم أصحاب الرواتب. يريد يقيل، يريد يحول، يريد يعني ياكل، يريد يشتير بالماي، وين يروح؟ بيموت وبي يعني برك بالطين، يصير طين وماي، برك ومات. واحنا هسه حاليا حايرين وين نروح وين نمشي؟ عيشتنا راحت وهالظالين وهالجاي انتظاهر صار لنا اكثر من سنتين ما حد يسمعنا.